وللحديث عن مصير المغيبين في العراق والتصريحات الأخيرة لرئيس مجلس النواب حولهم، معنا من الدوحة المتحدث باسم مرصد أفاد الأستاذ حسين دلي. أهلا ومرحبا بك. حياكم الله، يا مرحبا. حياك الله. بداية، ماذا تعني تصريحات رئيس مجلس النواب محمد حلبوسي ووصفه المخفيين قسرا بالمغدورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، تحية للرافدين وجمهوري الكريم. باعتقادنا أن السيد الحلبوسي يحاول ردم أو إنهاء بعض الملفات المحتقنة التي تلاحقه على المستوى السياسي، وباعتباره يتقلد أو يتسنم موقع رئاسة البرلمان تمثل زعامة المكون السني هذه الملفات، سواء موضوع المغيبين قسراً والمغدورين كما سماهم، وقضية النازحين والمهجرين، كلها ملفات ظلت عالقة منذ 4 أو 5 سنوات، وتلاحق هؤلاء الساسة كلما استجد طارئ أو حدث معترك سياسي أو تنافس انتخابي. فباعتقادنا أن السيد الحلبوسي يحاول التخلص من هذه الملفات، و هو لجأ إلى الحلول السنة. السيد الحلبوسي اعترف رسميا بأن هؤلاء المغيبين هم مغدورين وتم قتلهم وإعدامهم، وهذا اعتراف رسمي يصدر لأول مرة من جهة رسمية في منظومة الحكم العراقية. وهذا الملف، طبعا السيد الحلبوسي لم يسمي الميليشيات أو الفصائل المتهمة بارتكاب هذه المجازر وعمليات الخطف والمعتقلين، لا نتكلم نحن عن الصقلاوية فحسب، هناك الآلاف في محافظة صلاح الدين ونينوى وكركوك وغيرها من المحافظات العراقية، وبالتالي هذا الملف يحاول إزاحته من على عاتقه، ومحاولة يعني إنهاء هذا الملف الذي يسبب صداع لكثير من الساسة السنة للحلبوسي ومن قبله. طيب، تصريحات حلبوسي أخيرة لا تجعله شريكا أو متسترا على مصير المخفيين قسرا في العراق، ولماذا يصر شركاء العملية السياسية كما يسمونها على التكتم على هذا الملف وعدم حسمه؟ يعني نحن في مرصد أفاد ذكرنا في البيان الذي أصدرناه يوم أمس أن كل الساسة الذين يتواطؤون مع القتلة بعدم ذكر أسمائهم أو يسكتون عن رفع دعاوى رسمية أمام مجلس القضاء الأعلى وأمام الجهات القضائية في العراق للمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذا الجرائم، هم مشاركون في هذه الجرائم، وهذا التستر علامة ووصمة عار في حق الساسة السنة الذين يدعون ويزعمون منذ سنوات بأنهم يحملون هم المكون السني وأنهم يسعون لإنهاء هذه الملفات ومعالجة كل الاحتقارات التي أصيب بها المجتمع السني في المناطق المحررة. المحافظات التي تم استعادتها من داعش ورثت تركة إنسانية وحقوقية ومادية كبيرة، وهؤلاء أساس لحد الآن لم يبادروا إلى حل أي من المعضلات الرئيسية، لا على مستوى التهجير والنزوح، ولا على مستوى المغيبين المختطفين، ولا على مستوى التعويضات. هذه الملفات الثلاثة تشكل عبء سياسي، وبالتالي نحن نعتقد أن الحلبوسي ومن قبله وصلوا إلى مرحلة الفشل السياسي، والسيد الحلبوسي لم ينجح بحل هذا الملف، رغم أن حزب تقدم يعني وعد المكونات السنية في المحافظات المحررة بأنه يسعى جاهدا لحل تلك المعضلات، لكن السيد الحلبوسي ونواب مكونه السياسي فشلوا فشلا ذريعا في هذا الملف السياسي الحقوقي الإنساني، وهذا ينضم إلى جملة من الملفات. أنا أذكر أنه تحالف السيادة الذي يشكل الحلبوسي العصب الرئيسي فيه وعد بإعادة مهجري جرف الصخر ولم ينجح، حتى في اللقاء قبل هذا اللقاء السيد الحلبوسي كان له لقاء ذكر أن ملف جرف الصخر يعود على الميليشيات التي لا تستطيع أي جهة سياسية دخول منطقة جرف الصخر وإخراج تلك الميليشيات، وبالتالي كأنه يبرئ ائتلاف إدارة الدولة الذي تحالف معه سيد الحلبوسي لتحقيق
ما كان يصبو إليه المكون السني، فهو يبرئ الأحزاب وكأنه يقل بالمسؤولية فقط على الميليشيات، بينما كل الناس تعرف أن هذا الأحزاب حزب الدعوة والحكيم وهادي العابري، كل هذا أحزاب مشتركة مع الميليشيات في التهجير والخطف والاغتيال والاغتيالات في حد كثير من العشائر. طالبت أيضا الطبقة السياسية التي تدعي أنها تمثل المحافظات المنكوبة بالوقوف ولو لمرة واحدة مع أبناء منطقتهم ومع سكان هذه المناطق لاستعادة رفات من جرى إعدامهم، هل تعتقد بإمكانية الاستجابة لهذا المطلب؟ نحن طلبنا يعني طلبات أكثر وأسهل على أساس السنة. نحن منذ 2016 عندما حدث اختطاف 700 شخص تقريبا من الصقلاوية طالبنا أساس السنة ولو مرة بزيارتهم. السيد الحلبوسي منذ أن أصبح محافظ الأنبار ثم رئيس البرلمان في الدورة السابقة وهو الآن لم يزر منطقة البعكاش الذين خطف أكثر أبنائهم ولا مرة واحدة منذ 6 سنوات. منطقة جفر الصخر يدعون بأن الميليشيات تمنع وصول أي جهة سياسية إلى تلك المنطقة. النازحون في منطقة عاونية الفلوجة وهم تقريبا 1000 عائلة لم يزرهم السيد الحلبوسي ولا محافظ الأنبار ولا مرة واحدة منذ بدأ عمليات النزوح قبل 6 أو 7 سنوات إلى اليوم. في محافظة النينوى المناطق المنكوبة لم تحظى بأي زيارة لأي من قادة المكون السني، لا على مستوى الحلبوسي ولا الخنجر ولا أحمد الجبوري ولا غيرهم. أساس السنة للأسف فشلوا فشلا ذريعا، هم بالمحصلة يسعون للحصول على مناصبهم ومكاسبهم ولو كانت على حساب احتياجات وحقوق مكونهم المظلوم والذي وقع عليه الظلم الكثير. طب أستاذ حسين، ما الذي يمنع إجراء تحقيقات مستقلة وجادة بقضية المخفيين قسرا في العراق، خصوصا هنالك تأكيدات أن أغلبهم فقدوا في مناطق تخضع لسيطرة الميليشيات والقوات الحكومية؟ يعني هذا الأمر حقيقة موضوع تحقيقات فيه شقان. الشق الأول نحن طبعا رصدنا اكتشاف أكبر من مقبرة جماعية خلال السنوات الثلاث الماضية. للأسف المكون السني أو قادة المكون السني تنازلوا عن المطالبة ببحث واستقصاء حقيقة تلك المقابر الجماعية التي اكتشفت في أكثر من منطقة، بعضها كان في محيط منطقة الفلوجة التي شهدت سيطرة الميليشيات على تلك المناطق في فترة استعادة تلك المناطق، وهي الفترة التي شهدت اختطاف المئات من أبناء المدينة. الشق الثاني أنه موضوع فتح التحقيقات يتعلق بالإرادة السياسية للحكومة العراقية أو على مستوى وزارة العدل ولجنة الشهداء والمقابر الجماعية. هذه الأطراف الثلاثة معها الممثلة الأممية جنيب لاسقار بعدم الكشف عن أي من هذه الجرائم. اليوم الملف المعني بجرائم الحرب في العراق لا يبحث إلا الجرائم التي ارتكبها داعش، أما الملفات والجرائم على مستوى الخطف والاغتيالات والمقابر الجماعية التي تتهم بها أجهزة أمنية وتتهم بها ميليشيات الحشد، كل هذه الأطراف السياسية في الحكومة العراقية والأمم المتحدة تمتنع عن بحثها أو فتح تحقيقات جدية في كشف الحقائق ومصير المختطفين وتلك المقابر الجماعية. وبالتالي نحن نعتقد أن هناك عدالة ذات عيون عوراء تتجه نحو ملف وتترك ملفات أخرى، وكل هذه الجهات تتواطأ على حقوق مكون رئيسي في العراق. ما المطلوب حاليا في ظل تصاعد حدة الغضب الشعبي من استمرار التعتيم على قضية المخفيين قسرا والمختطفين في العراق؟ يعني نحن نعتقد أنه البيان الذي أصدرته عشيرة البعكاش من قبيلة المحامدة هذا اليوم هو خطوة بالاتجاه الصحيح. يعني نطالب الجهات التي كانت اختطفت أبنائها في محافظة الأنبار أو صلاح الدين أو نينوى أو ديالى أو كركوك بأن تفعل ذات الأمر وتطالب وتناشد رئيس الوزراء العراقي الجديد الذي قال وتعهد بفتح كثير من الملفات، وهو اليوم أصدر قرار بالمناسبة بإعادة تفعيل لجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين. ونحن نعتقد أن موضوع المتظاهرين والمحتجين الذين قتلوا هما ملف أسهل وأقل جسامة من ملف المختطفين والمهجرين. ونحن نعتقد أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي
مهمة جدا في الضغط على السياسيين والأحزاب سواء السنية أو الحكومة العراقية كمحصلة رئيسية باعتبارها المسؤول الأول، ومجلس القضاء بأن يتحمل دوره ومسؤوليته الحقيقية في الكشف عن تلك الجرائم ووضع هذه الملفات المحتقنة التي أعتقد أن بدون حل هذه الملفات تكون عملية تعايش حقيقي في العراق وبين مكونات المجتمع العراقي. نعم، كان معنا من الدوحة المتحدث باسم مرصد آفاد الأستاذ حسين دلي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا عبر سكايب في نشرة الثامنة، شكرا لك.